الأسواق غير المنظمة والعربات الغير مرخصة عادة ما تخضع إلى الرقابة من قبل أمانة عمان، إلا أن مخالفة تلك الأعمال أو إزالتها باتت تنتشر عبر المنصات من فترة إلى أخرى، وذلك بسبب أسلوب الإزالة والطريقة التي قد تعتبر مبالغا فيها. من جديد، جرافة الأمانة تتلف عربة لبيع الخضار والفواكه وتثير ضجة عبر المنصات لتصبح الجرافة تحت انتقادات المغردين. أما تفاصيل القصة فهي بدأت وانتهت في سوق الخضار المركزي، حينما قامت إحدى جرافات أمانة عمان بإتلاف عربة لبيع الخضار والفواكه غير مرخصة، لتناقل رواد المنصات الفيديو الذي يظهر ذلك. ولع السوق المفتوح. هذا المشهد تفاعل معه رواد المنصات لتصبح عربة الخضار والجرافة حديثا المغردين. وائل يعلق في هذه التغريدة: شو قصتهم مع الجرافة؟ إزالة معرش بطيخ بالجرافة، عرباية لواحد مسخم قاصد باب الكريم بالجرافة، فيش حلول غير الجرافة، وهاشتاج أمانة عمان. تغريدة من هيلدا تقول فيها: ضبط مواطن يعمل على عربة خضار غير مرخصة في السوق المركزي، وتم تشكيل الفريق التالي من سائق جرافة، جرافة، مراقب، مشرف، مصور، والباقي تفاصيل. دكتور باسل يقول: أمانة عمان وجدت للتخطيط وللتعمير والتطوير، ما نشاهده العكس تماما. القصة لم تنتهي، حيث قرر رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربي إنهاء خدمات مدير السوق المركزي وإعفائه من منصبه، بالإضافة لتشكيل لجنة تحقيق بحيثيات ما جرى. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تثير الجدل خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت جرافة الأمانة في مرمى من انتقادات رواد المنصات سابقا، حينما حطت الجرافة عريشة بطيخ مخالفة. وقبل البطيخ كانت بسطة لبيع البندورة هي المخالفة، فتمت إزالتها بطريقة أثارت الجدل والغضب عبر المنصات.